نريد أن ننتقل إلى السياسة الخارجية. ما المتوقع الآن في ظل الحكومة الجديدة؟ وسؤالي لك دكتور الجرموني، ما المتوقع من الحكومة الجديدة؟ كيف ستدير الخلافة مع إسبانيا ومع ألمانيا، حيث أن الآن خاصة أن الإعلام الألماني اهتم كثيرا بمجريات الانتخابات في المغرب، آملا أو يعكس أمل الساسة هنا في تحسن العلاقات بين الرباط وبرلين؟ في الحقيقة أنا هو سابق لأواني، لكن أعتقد بأن السياسة الخارجية هي من مجالات السيادة، من مجالات القصر، وبالتالي هو الذي يحدد توجهات الكبرى سيدي الكريم. وأعتقد سواء كان العدد 100 أم لم يكن في التشكيلة الجديدة، يعني سوف يكون هناك استمرار لتنفيذ سيادة الدولة ومصالح الدولة المغربية معها الجارة الإسبانية أو الألمانية أو حتى مع الاتحاد الأوروبي، هذا لا نزاع فيه. لكن عموما أنا أعتقد بأن المشهد السياسي اليوم سوف يتشكل من أربعة أحزاب كما تحدث النتائج: حزب التجمع الوطني الأحرار، حزب الأصل المعاصرة، وحزب اتحاد الشراكي القوى الشعبية، وأيضا طبيعة الحال حزب التقدم والشراكية إذا أضيف، وأيضا حزب الاستقلال. حزب الاستقلال فهؤلاء يشكلون أكثر من 236 مقعد، بالتالي لهم أغلبية مريحة في البرلمان. طيب، وصلت الفكرة أستاذ ثلاثي. قبل أن أذهب إلى الأستاذ المرابط، تعليق لك أن تعلق في أسطر قليلة لو تفضلت، وأن تجيبني على كيف تتوقع نشاط الحكومة الجديدة في ضبط العلاقة مع الجارة الشرقية للمغرب، مع الجزائر. نعم، فقط ملاحظة بسيطة جدا، وهو أننا في ضبط المفاهيم نميز بين اختصاصات رئيس الدولة جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة طبقا لما تنص عليه مقتضيات الدستور، واختصاصات رئيس الحكومة طبقا لما ينص عليه أيضا الدستور. بمعنى أنه لا يجب أن نخلط الأمور ونقول بأن الملك يسيطر ويركز كل الأمور في يده. الملك لا يتحرك إلا طبقا ووفقا لما تقتضيه مقتضيات الدستور. هذا أمر نطوي هذه الصفحة. فيما يرتبط اليوم بالتوجه الجديد للمملكة المغربية في ضوء الحكومة المرتقبة في علاقتها بالجزائر، كما تفضل أستاذ جرموني، المجال السيادة في العلاقات الخارجية هو أمر بطبيعة الحال مكفول دستوريا لجلالة الملك وفي علاقته بطبيعة الحال مع الحكومة. ونحن نعلم بأن وزارة الخارجية هي ضمن وزارات السيادة إلى جانب وزارة الداخلية، لكي لا يكون هناك نوع من الباطل في المحطات الانتخابية. أما فيما يرتبط بالعلاقات مع الجارة الشرقية، هو الزميل قد أسهب في العلاقات مع إسبانيا. العلاقات مع إسبانيا أصلحت، ومع ألمانيا هي في الطريق، هي جد إيجابية. أما فيما يرتبط بالعلاقة مع الجارة الجزائر الشرقية، أعتقد بأن الجزائر لا زالت لم تستوعب السياق الإقليمي الجارف الذي يحيط بها. كم من مرة نقول بأن الجزائر بها نظام شمولي هو الأخير في المنطقة العربية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعليها أن تغير من سياساتها، وإلا هي تعرف أن الأنظمة الشمولية ماذا جرى بها في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وغيرها. لكن سيد بمعنى اليوم سيد ثلاثي، عندما تستثني نظما عربية كثيرة ويبدو يعني تختزل الشمولية في الجزائر فقط، قد يختلف معك كثيرون، هم الجزائريون يطالبون على لسان أكثر من مسؤول المغرب بتبني موقف، وخاصة الخارجية المغربية تبني موقف واضح من تصريحات إبراهيم هلال ممثل المغرب في الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يصدر عن وزارة الخارجية. هل تتوقع وبشكل واضح أن تقوم الحكومة أو وزارة الخارجية الجديدة أو وزير الخارجية الجديد بالتبرؤ من تلك التصريحات؟ نعم. والقول بأنها لا تمثل موقف الدولة، وإن كان رئيس الحكومة قد قال ذلك مرة. نعم،
في العلاقات الخارجية وفي الأمور السيادية منطق الدولة هو الذي يمشي. لاحظ معي أن حينما نتحدث عن الجزائر أحاول أن نقارن مع المملكة المغربية، الانتخابات جرت بأريحية وبطريقة سليمة ولم يخرج إلى الشارع من ينتفض ضد هذه الانتخابات على عكس ما يجري في الجزائر. ولهذا حينما أقول نظام شمولي فهو نظام شمولي يحكم بمنطق الجماعة التي تحكم الأغلبية. الحراك الشعبي في الجزائر لم يتوقف، وهي تحاول أن تصدر ما يجري من فورة عندها في الداخل إلى الجارة المغرب. طيب والمغرب لا. يستوعب جيدا أنا منطق للأسف الجزائر ليس معي نخبرها ليس معي في النقاش من يدافع عكس الدول الأوروبية التي من يدافع عن الموقف هذا المنطق. من يدافع عن الموقف الجزائري من باب الموضوعية فقط، لكن الجزائريين أيضا يقولون بأن رئيس البلاد وصل إلى سدة الحكم بانتخابات وصفوها أيضا بالنزيهة وما إلى ذلك. أستاذ المرابط، كيف تتوقع أداء أو تموقع المغرب إقليميا وفي علاقتي للأسف ليس معي شخص يجيبك على هذا السؤال أستاذ تلاتي، سأتركه سؤالا مفتوحا إلى مناسبة أخرى. كيف تتخيل أو تتصور تموقع المغرب في ظل حكومة جديدة إقليميا وفي علاقته بأوروبا وباختصار لو تفضلت؟ أولا أعتقد بأن الحكومة المقبلة ستشكل بطريقة سلسة نظرا لوجود أحزاب متقاربة ومتجانسة بينها. النقطة الثانية، من المرتقب أن يكون حزب الاستقلال ضمن هذه الحكومة، ونحن نعرف مواقف حزب الاستقلال الوطنية، وبالتالي في بعض الملفات قد يكون هناك بعض الاحتكاك. نعرف مواقف حزب الاستقلال من التوليليا، من اللغة العربية، من الوحدة الترابية الوطنية، وهو الحزب الذي له مواقف واضحة في هذا الباب وحتى من الجزائر. وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الحكومة سيكون لها نفس الموقع، وكما قال الأستاذ أتلتي لأن هناك استمرارية في مجال السياسة الخارجية التي يتولاها صاحب الجلالة، والتي هي معروف عنها، وحتى وزير الخارجية قد لا يتغير، وأظن لأن السيد بوريطة قد يبقى في منصبه، وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك تغيرا كبيرا في هذا الموقف. ولكن المغرب الآن مع اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء، ومع ترقب اعتراف بعض الدول مثل بريطانيا أو غيرها بالصحراء المغربية، هذا سيدفع المغرب إلى المزيد من التحرك الدبلوماسي للمحافظة والدفاع عن وحدته الترابية، وخاصة ونحن نعرف أن فرنسا ستترأس. إذن انقطع الخط، انقطع التواصل معك أستاذ المرابط للأسف لبعض الوقت انقطع التواصل معك. تعليق أخير دكتور الجرموني إن سمحت لي حول هذه النقطة. أنا تسمعونني أم لا؟ أنا قلت وصلت فكرتك. الاتحاد الأوروبي وصلت الفكرة. لربما لم يبقى لي كثير من الوقت، في أقل من دقيقة أستاذ الجرموني، دكتور الجرموني لو سمحت. شكرا. ربما أعتقد بأن الجديد في هذه الحكومة أو التي ستشكل بطبيعة الحال مع التشكيلة التي فرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021، وهو المغرب الآن بصدد ما يسمى بالميثاق الوطني للتنمية، الذي تم إنجازه مجموعة من الخبراء والباحثين، اللي هو ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد. أعتقد بالإضافة إلى ما ذكرته محاولة السياسة العامة التي والخارجية التي سوف تسهر على استمرار نفس النمط ونفس السلوك، وبطبيعة الحال تموقع جديد للمغرب، وبطبيعة الحال البناء على هذه المكتسبات لتحديات مستقبلية. الجديد هو كيف يمكن أن تنزل هذه الحكومة هذا القانون، هذا الميثاق الذي هو يعول عليه المغاربة، الذي سوف يعني يمكن أن يرفع المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، خصوصا بتقليل تقليص التفاوتات الاجتماعية الحادة، وبتجاوز تبعات أزمة كورونا التي ضربت المغرب كما ضربت مجموعة من الدول. أشكرك. وربما أنا أتمنى أن تكون لها هذه الحكومة الكفاءة والحنكة والحكمة من أجل تنزيل واستجابة إلى تطلعات الشعب المغربي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات.
ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد. السلام عليكم.